هكذا تبدو الحياة العامة في أسواق حضرموت بعد أن استقبلوا شهر رمضان. استقبلتهم هذه الأسواق بازدحام وارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية نتيجة لظروف البلاد وتفاوت صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي. فالإقبال الكبير على العملية الشرائية خلال شهر رمضان بالسنوات الماضية تراجع كثيرا وبشكل ملحوظ بعد عزوف المواطنين على شراء السلع الغير أساسية والاكتفاء بالمواد الضرورية التي تلبي حاجة المواطنين. إقبال على المشتريات هذه السنة في شهر رمضان إقبال يعني بسيط، يعني ما هو إقبال كما كل سنة، نظرا طبعا لارتفاع الصرف الدولار والسعودي. خلال شهر رمضان من كل عام تتجدد معاناة المواطنين عبر اختلاق واصطناع انعدام المشتقات النفطية والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في ظل صيف ساخن. الأسواق يعني كل الأسعار زادت مرة، يعني البترول ناقص والديزل ناقص والتيار زيدون، ويكلمونك بالدولار وبالعملة وبالصرف، قالك طلع الدولار طلع الصرف. يأمل المواطن الحضرمي من السلطات سرعة معالجة إشكاليات الخدمات من كهرباء ومشتقات نفطية وتوفيرها للمواطنين بسهولة ويسر، حيث يمتاز الشهر الفضيل بحضرموت بعادات وتقاليد خاصة مثل إقامة الختومات والألعاب للأطفال ابتهاجا بالشهر الفضيل. أتى رمضان وأتت معه أزمة المشتقات النفطية والارتفاع الشديد في أسعار المواد الغذائية، والمواطن لا حول له ولا قوة. حدد مساعد قناة بلقيس حضرموت.